بصلوات حضرة صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا إيسيزوروس رئيس دير العذراء البراموس ونيافة الحبر الجليل أسقف سيدني وتوابعها الأنبا دانييل. يسر أسقفية سيدني وتوابعها أن تقدم أول إنتاج درامي لها فيلم القديسان الروميان ماكسيموس ودوماديوس سيناريو وحوار القس أنجيلوس جيرجس إنتاج خدمة ماكسيموس ودوماديوس سيدني أستراليا. بخريستوس واشرح في شرف معنا ماكسيموس ودوماديوس. إخراج ماجد توفيق. أنا بشكر ربنا إنه سمح لي إني أجي عند نيافتك هنا أستراليا عشان ناخد كلمة عن القديسين العظيمين ماكسيموس ودوماديوس. لكل مغنى يا أستاذ ماجد. تفضل شارك. بسم الله بلدنا الله قدس الله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان دهده وكل أمين. حقيقة الأفلام الدينية مهمة جدا في جيلنا المعاصر لأنها تزرع في قلوب شبابنا وأسرنا القبطية القدوة المسيحية الحقيقية التي كان يعيش بها أبانا القديسين الأوائل ومنهم ماكسيموس ودوماديوس أبناء الملوك. إنني أود في هذه المناسبة السعيدة أن أشكر حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا إيسيزوروس أسقف ورئيس دير السيد العذراء بالبراموس على عمل في موافقتي على عمل فيلم ماكسيموس ودوماديوس لوجود جسد القديسان العظيمان في ديره العامر دير العذراء البراموس. ربنا يعوض نيافة الحبر الجليل الأنبا إيسيزوروس. كما أود من عمق القلب أن أشكر أيضا الأستاذ نشأت زقلمة على مراجعة نص هذا الفيلم. كما أشكر أبونا أنجيلوس جنجس على السيناريو الذي وضعه لهذا الفيلم. ونريد أن نعطي فكرة عن خدمة ماكسيموس القديسين ماكسيموس ودوماديوس. إنها منظمة في سيدني تقوم بطبع عظة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث على السي دي ويتم توزيعه كل يوم أربع على طول بعد العظة لكل الشباب والشعب في برشيد سيدني. وهذه المنظمة أيضا تقوم بخدمات أخرى. لا يمكن أن ننسى شكر أستاذنا الكبير والمخرج الفاضل الأستاذ ماجد توفيق الذي قام بالحضور خصيصا إلى قارة أستراليا لكي يتعرف على منظمة ماكسيموس ودوماديوس ولجنة القديس يوستوس. الرب يعوضه كل خير على زيارته لنا. إننا نشكر كذلك أيضا كل الممثلين والعاملين الذين سوف يقومون بالعمل في هذا الفيلم والذين يعملون أيضا خلف الكواليس. الرب الإله قادر أن يعوضهم كل خير. وأيضا أن نشكر لجنة القديس يوستوس المسؤولة الوحيدة عن توزيع الأفلام الدينية في برشيد سيدني وعلى تعبهم. الرب الإله يعوضهم كل خير. كلنا يعلم أن ماكسيموس ودوماديوس القديسان العظيمان هم أبناء الملوك وقد تركوا كل شيء، تركوا منزلهم وذهبوا للالتصاق بالواحد الذي هو الرب يسوع المسيح. وهذا هو أغلى شيء في حياتنا أن نكون مع المسيح طول أيام حياتنا حتى نرث الحياة الأبدية. بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية في مصر وسائر البلاد المهجر. أدام الرب حياته وأبقاها لنا سنين طويلة وأزمنة سلامية هادية مديدة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد آمين. مامي مامي سلام يا مامي. سلام ونعم يا حبايبي. شفتي يا مامي؟ ايه ده يا حبايبي؟ ماكسيموس ودوماديوس. الله تعالوا يا حبايبي. شايفين الصورة دي؟ الصورة دي يا حبايبي صورة القديسين العظيمين ماكسيموس ودوماديوس، علقتها هنا من ساعة ما أخدت اسمهم في العماد.
اخدت اسم ماكسيموس وانت يا حبيبي اخدت اسم دوماتيوس. طب يلا عايزين نشوف الفيلم. حاضر. نشكر سيدنا أخي قرية الرحوم الله أبا ربنا وإلي أنا ونخلصنا يسوع المسيح. رفعت عيدي إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم لك هزال، فما ينعس حافظك هو زلان سلانان حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يزال عادك اليمنى، فلا تحرك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من دخولك وعقربك من الآن وإلى الأبد. هللويا. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معه. قلطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على لحية هارون النازلة على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأنه أمر الرب بالبركة والحياة. آمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم. سبحوا الرب يا جميع الأمم. ولتباركه كافة الشعوب. ولتباركه كافة الشعوب. لأن رحمة الرب قد قويت علينا. لأن رحمته قد قويت علينا. وحق الرب يدوم إلى الأبد. وحق الرب يدوم إلى الأبد. هللويا. هللويا. اهلا حبايبي، اهلا، تعال تعال نسمع صوتك يا حبيبي. ازيك يا دوماتيوس؟ اه حبيبي. ايه يا ترى حفظتوا ايه النهارده للمزامير؟ ماما حفظتنا مزمور سبحوا الرب. حلو قوي المزمور ده يا ماكسيموس. اه وانت يا دوماتيوس حفظته؟ انا وماكسيموس حفظت مزمور سبحوا الرب علشان ماما حفظته لينا. انا لسه مش عارفه. حبيبتي انت لسه صغيره على فكره. ابونا بطرس هينشغل شويه ومن بكره هيجي لنا اخر راهب تاني يفسر لنا الكتاب المقدس. بابا يعني ايه راهب؟ راهب يا ابني يعني واحد ساب كل شيء في العالم عشان خاطر المسيح. انا عايزه ابقى راهب. وانا كمان. لسه بدري عليكم، الكلام ده كبير قوي. يلا دلوقتي كفايه كده ونقوم ننام. يلا حبيبي. مش كفايه اللي عملتوه، مش عايز اسمع ان لسه في الامبراطوريه معبد الاوثان. يا مولاي الامبراطوريه كبيره واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوقف كل احتفال الوثنيين ونهدم كل معبد للشياطين. نفسي نقدر نهدم معابد الاوثان جوه قلوب الناس ونبني هياكل لله في كل قلب وفي كل بيت. مولاي من ساعه ما جلالتك بقيت الامبراطور جلالتك غيرت كتير. دول حتى اطلقوا على جلالتك قسطنطين الجديد. انا ما يهمنيش كلام الناس، انا كل اللي يهمني المسيح نفسه. صدقني يا سودوسيوس، انا اول ما لبست الدك ده وقفت قدام المسبح وقلت للمسيح انا ومملكتي خدام ليك، استخدمني لعملك عشان انشر انجيلك المقدس في العالم كله. مولاي الاسقف امبروسيوس اسقف ميلان يريد الاذن بالمقابله. خليه يتفضل. امر مولاي. انا معجب جدا بالاسقف امبروسيوس،
لأن كلماته وكتاباته ضد الوثنيين هي العمل الحقيقي اللي هيهدم المعابد دي جوه قلوب الناس. أهلا أهلا سيدنا. أنا لسه كنت بتكلم مع سوديسوس عن دورك في هدم الأفكار الوثنية. كمان في خطر تاني ما يقلش عن خطر الوثنية، وهو الانحراف اللي داخل جوه الكنيسة. يقصد الأريوسيين يا مولاي؟ طبعا يا مولاي، تغيير الفكر بياخد سنين. الكنيسة حرمت أريوس وأتباعه الظاهرين، لكن الخطورة في أتباعه الغير ظاهرين، بينشروا فكرهم جوه الكنيسة بطريقة سرية. لكن ما تنساش إن الكنيسة في مصر. عارف يعني إيه مصر؟ مصر يعني دم الشهداء في كل شارع، في كل حارة، في كل بيت. الكنيسة في مصر هي مدرسة الإسكندرية، أصول علم اللاهوت، يعني آلاف الكتب المحفوظة عن ظهر قلب. الكنيسة في مصر هي أثناسيوس العظيم اللي كلماته محفوظة في العالم كله. الكنيسة في مصر يعني الأديورة والأب أنطونيوس، يعني التسبيح والصلوات ليل نهار. الكنيسة في مصر تقدر تقف قدام أي انحراف، وقوتها تغلب أي فكر حتى ولو كان وراه كل قوى الشر في العالم. مبسوط انك كل ما بتنزل بتيجي للولاد ياخدوا بركه. سلمني على كل الناس وخلوهم يصلوا لي، واذا احتاجوا اي حاجه خليهم يبعتوا لي معاك حاجه. يا مولانا الامبراطور، احنا دايما بنصلي علشان القصر، وبنشكر رعايتك ليه. ما تكونش كده، انا بخدم المسيح. قول لي ماكسيموس ودومينيوس عاملين ايه؟ حفظوا التسبيحه وبقوا خدام كويسين للمسيح؟ صدقني انا بتعلم منهم اكتر. بلاش طلاقه يا ابني. ابني ممكن يسافر مع ابونا شويه عيال في الجامعه. لا يا ماكس، الموضوع ده صعب قوي. يا ابي احنا فعلا طول عمرنا نفسنا نجرب حياه البريه ونشوف الاديوره وحياه الرهبان. لا يا ماكس، بص الموضوع ده صعب قوي. الرهبان بيجوا القصر، لو عايزين اعمل لكم دير اعمل لكم دير في القصر مفيش مشكله، لكن نروح هناك لا، ده صعب. ربنا يحفظك يا عدو. انصاري في الله. اتفضل. يا رب، انت العالم بضعف البشر، احنا مش عارفين ايه الصالح لينا، لكن احنا عايزين نسيب حياتنا هنا في القصر علشان نعيش معاك. يا رب محتاجين نعمتك وبركتك، محتاجين تدبيرك. يا رب لا تتركنا ومشروط عقولنا، محتاجين ايدك تلمس قلبنا. يا رب ان كان ده صالح لينا فلتكن ارادتك، وان كان غير صالح فانزعه عنا، لانه ليس نجاح ولا سلام بدونك. فعلمنا دائما يا رب، أن نقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لأن لك الملك، والقوة، والمجد، إلى الأبد. أمين. تيودورا، احنا داخلين ولا دلوقتي هنكلمه في حاجة كده يعني طلب، ها؟ عايزين مكتوب ما احنا هو تصلي. ربنا معاك، انا هقعد اصلي له، بس يا ترى ايه هو الطلب ده؟ لما رب ابونا هتعرفيه، هو كده يعني بخصوص زياره الاديره والرهبان وكده. المهم انت تصلي لنا. اتفقنا؟ اتفقنا. احب اطمن جلالتك انه تم هدم جميع المعابد الوثنيه زي ما جلالتك امرت. عظيم. سلام. سلام. اهلا 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 وسهلا. يا أبي، إحنا جايين نطلب من جلالتك طلب. طلب؟ إيه؟ عايزين نروح نقيا. ليه؟ عايزين نسافر نقيا يا أبي. نقيا؟ ليه؟ إحنا من زمان بنسمع عن عمل ربنا هناك،
الآباء اللي اجتمعوا في نقيا وعملوا قانون الإيمان. أرجوك يا والدي وافق. بعد إذن جلالتك، يعني فيها إيه لما يسافروا؟ أهو يتفسح. أنت مش عارف حاجة يا سودوسس، دول بيتكلموا عن الرهبنة والرهبان. وفيها إيه يا والدي؟ ده احنا رايحين نقيا. وعشان تطمن جلالتك أكتر، ممكن يسافر معاهم طقم حماية من الجنود، ويعني هتبقى زيارة رسمية للأمراء إلى نقيا. خلاص؟ أنا موافق. وضب لهم أنت الزيارة وشوف مين يروح معاهم. أمر مولاي. شكرا يا تيودوسيوس. على إذنك. على إذنك. طن 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 طن. إيه؟ الإمبراطور وافق؟ مش أنت كنت بتصلي لنا زي ما اتفقنا؟ أيوه. وافق. أشكرك يا رب، كان نفسي أروح معاكي. مولاي، أنا هروح أحضر هدومي. لا يا بشر، حضر هدومك ليه؟ عشان أجي مع سموكو. معلش، أنت مش هتطلع معانا الرحلة. لا بس أنتوا بعدين يا بشر، مين هياخد باله من فيودورا والإمبراطور؟ بس أنا بحب أقعد أسمع كلامكم عن ربنا كل يوم. ما هو علشان كده يا بشوي أنت هتقعد هنا في القصر عشان تصلي. ترجعونا بالسلام يا مولاي. أهلا أهلا وسهلا. أهلا بأولاد الإمبراطور. أهلا أهلا وسهلا بيكم. سمعت عنكم كتير وعن محبتكم ربنا وللكنيسة وللإنجيل وللتسابيح والمزامير. واحنا كمان يا ابونا سمعنا عن قدسك كتير وسمعنا عن حكمتك الروحيه وارشادك. عارفين يا اولاد، هنا في نقيا من 50 سنة اجتمع الاباء 318 في مناقشه امور الكنيسه، ودارت حرب ايمانيه كبيره دافع فيها اثناسيوس عن ايمان الكنيسه وعن لاهوت المسيح، وكانت حرب شرسة. احنا يا ابونا كنا جايين علشان نتكلم مع قدسك في موضوع خاص شوية. تعالوا يا اولاد تعالوا. خير يا اولاد. فأخبراه برغبتهما في الرهبنة، وأوضح لهما الأب يوحنا الصعوبات التي سيلاقونها، وأن أباهما سيرسل في طلبهما. ومع إصرارهم على الرهبنة، طلب منهما أن يأمر جنودهما بالرجوع إلى الإمبراطور. ثم طلب الأب يوحنا من تلميذه أن يجهز للقديسين أحقر الملابس ومكانا متواضعا للمبيت، كي يختبر مدى إصرارهما على المضي في الطريق. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربي وحبيبي ومخلصي وسيدي يسوع المسيح، أرجوك يا رب كن مع أخواتي ماكسيموس وتوماديوس وارشدهم للطريق الصالح. دول كانوا دايما بيذكروا اسمك القدوس. كن مع والدي ووالدتي وشخصي الضعيف، وعلمنا ازاي نقبل إرادتك، فأنت يا رب عارف الطريق الصحيح لكل نفس بشرية. آمين. أنا مش عارف إيه اللي خلاهم يأمروا الجنود اللي كانوا بيحرسوهم بالرجوع. إيه اللي قلقك بالشكل ده؟ وبعدين ما أنت عارف وقت ما عاوزهم تكلم الأب يوحنا يرجعوا. يا بخت إخواتي ماكسيموس ودوماديوس، أنا كان نفسي أروح معاهم. دول كانوا دايما بيتكلموا على الانفصال عن الكل والارتباط بالواحد. سيادورا، أنت عارفة حاجة عن إخواتك مخبيها عني؟ أبدا يا والدي. أمال إيه ده؟ إيه اللي بسمعه؟ أنا بس كنت بقول، كنت دايما بسمعهم بيقولوا كلام جميل قوي عن ربنا وعن الحياة معاه. شفتي؟ سمعتي بودانك؟ هو ده اللي كنت خايف منه. هو إيه بس اللي حصل؟ ما أنت عارف إنهم دايما بيحبوا يتكلموا عن ربنا ومحبة ربنا، وانت اللي معلمهم كده. ايوه انا اللي معلمهم كده، بس كمان معلمهم يحبوني مش يسيبوني. عموما انا هقعد اصلي. بدأوا يقلعوا التيجان يرموها من فوق.
محبة ملك السماوات. ان شاء الله تكونوا نمتوا كويس. انتوا مش متضايقين من الهدوم دي؟ يا ابانا احنا قلنا لقدسك امبارح ان احنا جايين هنا علشان نتربى. يا ابي هو احنا تركنا القصر والملك علشان ندور على هدوم ولا بيت؟ احنا جايين ندور على المسيح. بس المسيح في كل مكان. يا ابي ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. يا ابانا احنا جايين نتلمذ في طريق الرهبنه. يا ولادي انا فرحان بيكوا خالص. انتوا فعلا تصلحوا للرهبنه بس للاسف مش هقدر ارهبنكم. الامبراطور عارف انكم عندي. ممكن في اي وقت ياخدكم وانا مش هقدر امنعه. هتروحوا صوب وهناك هتلاقوا راهب متوحد اسمه أغابيوس يشبه معلمنا بولس في إيمانه وأعماله ودايما من ماسك في إيده صليب وعصايا في إيده التاني والشال على راسه. سلام أبانا. سلام ومحبة. خير؟ احنا جايين من عند ابونا يوحنا من نقيا. اجلسوا. ابونا يوحنا مليح؟ في حاجة حصلت له؟ لا ما تقلقش يا ابونا، ابونا يوحنا بخير الحمد لله. احنا جايين نترمد على قدسك ونبقى اولادك في الرهبنة. رهبنة؟ انتوا ما عارفين الاول ايش تكون الرهبنة؟ احنا جايين لقدسك علشان نتعلم منك. وانتم يا اولاد تريدوا تصيروا رهبان ليش؟ سمعتم ايش عن الرهبنة؟ سمعنا عن الأنبا أنطونيوس وعرفنا عن الرهبنة من أباء الرهبان اللي كنا بنقعد معهم كتير في القصر. القصر؟ قصر؟ مين انتو؟ أرجو يا أبانا أن الكلام ده ما يأثرش على قرار رهبنتنا. مين انتم يا أولاد؟ احنا أولاد الإمبراطور فالنتيانوس، أخويا دوماديوس وأنا اسمي ماكسيموس. يا أولاد الإمبراطور؟ وابونا يوحنا كان يعرف هذا؟ أيوة يا ابن، أبونا يوحنا يعرف وهو ده السبب اللي خلانا جينا لقدسك هنا. أبونا يوحنا قال لنا إن إحنا هنا عند قدسك نقدر نبقى رهبان من غير ما الإمبراطور يعرف. يا أبانا إحنا خلاص تركنا العالم بكل ما فيه علشان نعيش مع المسيح. أرجوكم بينا من غير تردد. لكن يا أولاد عيشة القصر شيء وعيشة الجبل والمغارات والشقوق شيء آخر. حياة الرهبنة صعيبة على الناس العادية، فما بالكم بأولاد الإمبراطور؟ يا أبي إحنا دلوقتي مش أولاد الإمبراطور ومش سكان قصور، إحنا دلوقتي أولاد ربنا طالبين رهبنة وجايين نتلمذ ببركة قدسك. ومهما كانت حياتنا اللي فاتت يا أبي إحنا تركناها بكل ما فيها مصممين على الرهبنة طبعا بعد ما فقدك يا أبي، لكن إزاي نعيشها وفين الطريق ما نعرفش. أرجوك ما تسيبناش. الرهبنة هذه درجة من درجات الملائكة اللي بيسبحوا الله ليل مع نهار من غير لا كسال ولا ملل. عايزين قدسك تدلنا إزاي نقاوم الأفكار الشريرة دي. من شان تقاوم الأفكار الشريرة ما تفكر في الخطايا القديمة اللي عملتها وما تتذكر ذاتك في زمان كسلك الروحي، لأن الخطايا القديمة وكسلك الروحي يسببون إلك العثران. صدقني يا مولاي احنا دورنا في كل مكان ممكن يكونوا فيه. يعني ايه؟ ولادي ضاعوا مني؟ لا لا يا مولاي ما ضاعوش، هما بس تلاقيهم راحوا هنا ولا هنا. يا سيودوسيوس اخر مكان كانوا فيه نقيا مع ابونا يوحنا، بعدين صرفوا الجنود وما رجعوش. مولاي رب يوحنا من نقيا دخل بسرعه. امر مولاي. صاحب الكلام الولاد فين؟ هما كانوا عندي صلوا وبيتوا
ومشيوا تاني يوم. راحوا فين؟ يا ابي قدسك اخر واحد شفتهم وبعد كده ما رجعوش، راحوا فين؟ زي ما قلت جم عندي صلوا وبيتوا ومشيوا تاني يوم. يا ابونا انا مش بكلمك بصفة الامبراطور، انا بكلمك بصفة اب، ولاده راحوا منه، مش اي ولاد، دول كانوا سعادتي وفرحتي وعمري، كانوا بيكبروا قدام عيني، كنت بتمنى اليوم اللي اشوف فيهم ليهم اسر ولاد، ولادي ضاعوا منه، كنت براقب يوم الفجر، لكن ما طلعش الفجر. ابونا لو تعرف اي حاجه عنهم ابوس ايدك دلني، ده انا وبنتي وامهم بقالنا من يوم ما مشوا لا بناكل ولا بنشرب ولا بننام. زي ما قلت لك يا مولاي، هما جم عندي وصبروا وبيتوا ومشوا تاني. وبعدين ما تخافش عليهم، هم عارفين طريق ربنا كويس. اتفضل انت ابونا بصبرنا. انت السبب. نعم. ايوه، مش انت اللي قلت لي فيها ايه لما يروح يتفسحوا لهم يومين؟ يا مولاي ماكسيموس ودوماديوس كبروا، انت كنت عايز تحبسهم ولا ايه؟ مالك؟ مخنوق. مالك يا مولاي؟ مش قادر اتنفس. طب تعالى سند عليا، اطلع ارتاح وانا هطلب الطبيب. وحياه النسك المسيحي يا بنا نعيشها ازاي؟ النسك المسيحي يرتبط بالروح وما ينظر للجسد على انه شر. ليش؟ لان الجسد هو هيكل الله وروح الله ساكن فيه. النسك في المسيحيه هو اخضاع الجسد لسلطان الروح، لان الجسد الاضطرابي من طبيعه اخرى غير طبيعه الروح. من اجل هذا بولس الرسول يقول في الكتاب المقدس: الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم احدهما الاخر. نحن نصلي عشان ربنا يرشدنا ايش نسوي في موضوع رهبنتكم هذا، وربنا يدبر كل خير. وبعدين ما تخافش عليهم، هم عارفين طريق ربنا كويس. بس يا رب انا عايز اعرف عنهم اي اخبار، عايشين ازاي، بياكلوا ايه، نايمين فين، اعرف عنهم اي حاجه. اطمن. دول ولادك يا رب. وبعد انتقال الامبراطور فالنتينيانوس تولى مساعده ثيودوسيوس الإمبراطورية. مبروك لكم يا أولاد، محبة ربنا يسوع المسيح له المجد، وقولوا لكم شهود بركة في هذا العصر. هلأ ما صرت أولاد الإمبراطور، هلأ صرت أولاد ربنا الذي قال: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. يا أبانا الذي في السماوات. أولاد ربنا يعيشوا دايما في عفة وطهارة، وقراية الكتاب المقدس صوت ربنا إلكم، وزيار الشهداء والقديسين شموع بتنور إلكم الطريق الجديد لملكوت السماوات. بدي أعلمكم شغل اليدين حتى تعيشوا منه، وفي شغل اليدين لازم اللسان يلهج بالمزامير وتجعل العقل يصلي، لأن الله يحب أن تذكره دائما وأبدا. هلأ يلا نرتب الليتين. الليتين؟ سمحني أبي. أصلحنا يا أبي، كنا تعهدنا أمام رب المجد إن إحنا نجاهد مع بعض في قلاية واحدة. ما عندي مانع يا أولاد، يلا نرتب لقمة وربنا يرتب كل خير. راجل بركة قوي.
هلا يا اولاد لازم قبل الاكل نصلي. الهنا الذي احبنا وجمعنا على رزقه وخيره وبركته نشكرك ونخشع بالجسد والقلب امامك يا حنان، ونطلب منك ان تباركنا وتعطي نعمتك لهذا الطعام. امين. أبانا أنا ليا سؤال. قول يا ولدي قول. إحنا بنسمع كتير ناس بتقول المجد الباطل، يعني إيه المجد الباطل؟ الله يباركك يا ولدي، سؤال جميل. المجد الباطل يا أولاد مجد ما إله فايدة، بريق يلمع ثم يتلاشى، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. الناس اللي بتمدح أي شخص ناس حيصير تراب، والشخص اللي بيتمدح نفسه حيصير تراب. ايش المعنى؟ تراب بيمدح تراب، يعني مجد باطل ولا لا؟ لكن لما تخضع الجسد لسلطان الروح وتدور على الفضيلة وتبعد عن الكبرياء والرذيلة وتسد ودانينك عن كلمات الشر، يصير جسدك نوراني مكانه في ملكوت السماوات، وهذا هو المجد الحق. بولس الرسول يقول في الكتاب المقدس لا تحزنوا الروح، ويقول كمان لا تطفئوا الروح، يعني روح الله اللي ساكن فيكم لو حزن أو انطفى هتصير حياتكم بلا معنى ولا قيمة. ونعمل ايه يا أبي علشان ما نحزنش الروح ونطفيها جوانا؟ شوفوا يا أولاد، أهم حاجة السكوت واحتمال الشدايد بصبر، لأن الشدة تلد الصلاة في طهارة، والصلاة في طهارة بتعلم الإنسان مخافة الله ومحبته. قلب الراهب لازم يصير مليان بحب الله، وكل ممالك الأرض قدامه لا شيء، بهذا ينتصر على الخطايا ويخلص حاله من الهوان ويعلو على ذاته. بالصلاة والمشورة حيقدم نفسه رغم كل الظروف ذبيحة حب لله القدوس. صعب على السموك خصوصا بعد انتقال مولانا الامبراطور، لكن ربنا يرشدهم ليعتبرهم بالصالح معنا. خلينا نكمل وقتي. لأجل انتصار
الندم وهمت القلوب ليهم بكوش من الحروب اللي معاه الإله ما يبات في يوم مغلوب رغم اشتياقي إليكم وله في قلبي عليكم رغم اشتياقي إليكم وله في قلبي عليكم فرحانة من جوايا شعر بوجودكم معايا والرب بيعزيني إصراركم بيقوي مدام هدفكم السماء مدام هدفكم السماء السماء ماكسيموس دوماديوس يا حبايبي قربوا مني يا أولاد صار إلكم 6 سنين رهبان في خدمة رب المجد كل يوم كنت بشكر ربنا انه خلانا ندركم وعلمكم صحيح انتم صغيرين في السن لكن ربنا اداكم نعمة وقدرة عجيبة على الطاعة وخدمتوني في كبري وشيخوختي الله يبارككم شد حيلك يا ابانا عشان ربنا يشفيك وتفضل معانا على طول وتعلمنا يا ابانا احنا لسه صغيرين ومحتاجين صلواتك وارشاداتك انتم يا اولاد امادكم الروحيه عاليه كتير امبارح نظرت لكم رؤيه بدي احكي لكم اياها هناك على الصخره اللي جنب القلاية نظرت راهب مليح جدا جدا مهيب وجهه منور ولابس تياب بيضة اتعجبت ورشمت الصليب فقرب مني وقال لي انت ما تعرفني قلت له لا سامحني يا ابي قال لي انا مقايوس المصري وجيت من شان ادعو اولادك ماكسيموس وديماديوس لمصر ويعيشوا عندي انزعجت قلت له لا سامحني يا ابي طيب فيك تاخدني معاهم قال لي انا جيت من شان اقول لك كمان انه بعد 3 ايام حتتنيح وتروح الفردوس يا وماكسيموس ودوماديوس هيعرف الامبراطور مكانهم وهيبعت إلهم رسل ياخدوهم قول لهم ينزلوا لمصر ويعيشوا عندي بدي يصيروا ولادي حسب مشيئة الرب يا أبي هتسيبنا لوحدنا شفتم يا أولاد قديش ربنا بيحبكم خلى الأب مقار بنفسه يجي وبده يصير أبوكم أنا طول عمري كان نفسي أنظر الأب مقار وأخذ بركته ده قديس عظيم والأب أنطونيوس أبو الرهبان وهب له عصايته قبل نياحته يا أبي قل لنا كلمة من كلامك الشاهد أحلى من الشاهد يا أولاد كلام ربنا
شوفوا يا أولاد، احفظوا عفتكم، البعد عن العالم وشهواته. ليش؟ لأن العالم يزول فشهواته معه. حبوا كل الناس، كل الناس، لأن الله محبة. اثبتوا في يسوع المسيح له المجد، يضل مصباحكم مليان زيت. يجي العريس له المجد ويقول لكم تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ماكسيموس دوماتيوس يا حبايبي، اتذكروا بعد نياحتي تروحوا البريد شهيد للقديس العظيم الأب مقار، وهناك اتذكروني بصلواتكم. يا أبي ده احنا عايشين بصلواتك. أذكر ربنا يا أولاد، رحلتي قربت تخلص بسلام. يا أبي احنا أولادك، اذكرن دايما أنواعش النعمة. ربنا معكم، يرعاكم دايما تحت جناح محبته، ويثبر بيكم الروح القدس 30 و60 و100. كان راجل بركة وكان نفعنا بصلواته. انتقال الأب مبارك زي أبانا أغابيوس فرح كبير في السماء يا أخ مينا، بس انت بقيت بتتعب قوي وبتجيلنا كتير علشان تاخد شغلنا وتجيب لنا الخبز. ده انت بتيجي مرة كل شهر. انتم لو تعرفوا يا أبائي، أنا بقالي سنة باخد شغل إيديكم المباركة أحطه في سفني ومراكبي، البركة تحل وأي مشكلة بقابلها. بس أقول يا بركة ماكسيموس ودوماديوس تتحل في ساعتها. صدقوني يا أبائي، أنا باخد شغلكم علشان البركة. يا عم مين انت راجل طيب، وعشان إيمانك الأول بالمسيح ومحبتك لكل الآباء، ربنا يباركك. أنا عندي طلب ونفسي ما تكسفونيش. اتفضل أخي مينا اطلب. يا أبائي أنا بحكي عن بركتكم قدام كل الناس، ففي مشكلة صغيرة عند أصحابي تجار مدينة أيقونية. في تنين كبير بيسد مدخل المدينة، وأي حد يقرب بيخرج ويبلعه. فتخيلوا بقى يا أبائي مدى الرعب ده، غير إن مصالح الناس وتجارتهم متعطلة، محدش عارف يدخل ولا يخرج. الأمهات بتبكي من خوفها على أولادها، ورجالة مش عارفين يخرجوا من المدينة. يا للدرجة دي؟ البلد دي ناسها غلابة قوي. يعني مش ممكن يا أبائي تيجوا معايا وتصلوا ربنا إنه يموته ولا يشوف له صرفة فيه؟ ما تزعلش مننا أخ مينا، إحنا مش هنقدر نيجي معاك، لكن إحنا هنصلي وربنا يعمل الخير. اتفضل. أنا واثق يا أبائي إنه ببركة صلواتكم هتحصل المعجزة. أرجوكم يا أبائي اذكروني أنا وأولادي وذكرتي في صلواتكم. صلواتك قدسية. سلام يا أبانا. سلام. 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 سلام يا أبانا. سلام. جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، ولا تدن ضربة من مسكنك، تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكل فأنك. فاكرين التنين اللي كان راعب المدينة دي وكان قاطع الطريق قدام كل التجار؟ ده كانش بيخلي أي حد يعدي هناك. أهو مات. أمر الله يا أخي. لا أنت عارف مات إزاي؟ هيكون مات إزاي يعني؟ كان في اتنين من رهبان سوريا، وكان في تاجر بياخد شغل إيديهم، حكى لهم عن التنين وطلب منهم يصلوا للموضوع ده. ها وإيه اللي حصل بعد كده؟ قعد يصلي مدة طويلة، صلاة قوية جدا، وبعدين راح باسم الصليب يا رب أعمالك عظيمة. راح التنين انطرح في نص الشارع ميت، جات الأطفال ورميته بالحجارة ما اتحركش، وجات الطيور وأكلته فعلا. يا سلام يا سلام، مين يصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ ده كلام عبيط ما يخشش الدماغ.
بقى صلوة ومن رهبان تموت تنين؟ ده بتاع لبياتكم قوي. معلش كلام الفلاسفة أمثالنا مختلف عن طريقة الكلام والتفكير بتاعتكم دي. انتوا يا بتوع سينا مش مصدقين لأنكم مسلمين، لكن احنا عندنا في المسيحية عمل ربنا معانا كل يوم. أولا احنا مش وثنيين، احنا عقلانيين. أيوة، وهو ده الفرق ما بيننا وبينكم المسيحيين. انتوا بتؤمنوا بالخرافة، احنا بنؤمن بالحياة. طيب يا فيلسوف، اللي احنا بنقوله ده بقى حقيقة تقدروا تروحوا أيقونية وهناك يحكوكوا على كل حاجة؟ لا احنا ما نروحش أيقونية، احنا نروح سوريا نفسها وهتشوف الرهبان بتاعتكم وهي بتتكشف قدام. قول لي الرهبان دول مكانهم فين واسمهم ايه؟ اسمهم ماكسيموس ودوماديوس جنب دير موت، او اسألوا عن دير الانبا هيرمانوس على البحر. طيب احنا هنروح هناك وهتشوفوا ازاي هنكشفه. ايه كل الأديرة حلوة كتير. سلام 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 يا باي. أسف أدائي أكون قطعت عليكم خلوتكم أو صلواتكم، لكن على قد ما سمعت عنكم وعن بركتكم وقوت صلواتكم لكل المحتاجين والمرضى قلت تأجي أنا كمان باخد بركتكم ومرتي وولادي صلوا لأجلي. مين حضرتك؟ أنا والي سوري وهيدول عيلتي. أنا مش عارف أقول لكم إيه، هالمكان مش مناسب لاستقبال ولاة ومراكز كبيرة زيكم. يا أبي هالمكان أجمل وأعظم من أي قصر في الدنيا، نحن اللي ما نستاهل نقعد فيه. أخذني هيئتوا أبونا دوماديوس ومرحب بينا أو ما بده ايانا، ما فيها شيء فينا نفهم؟ لا لا أبدا. لحظة واحدة، ايه بقى ايه اللي حصل؟ لا أبدا، قولوا زوجتي فكرنا بوالدينا، كنت هضعف وافتكر الأثر، ما قدرتش أقعد. طيب دلوقتي الناس دول ضيوفنا ولازم نطلع نقعد معاهم. حاضر. أبي أرجو ما تكون زعلان من شيء. لا أبدا، رح ناخد بركتكم. أبي فيني أبقى أجي لحالي فيما بعد تأخذ بركة صلواتكم في بعض الأمور؟ ربنا يضل. نرجو صلوا لأجلنا، ربنا يحافظ عليكم ويبارك. هيدي أسماء كل قرايبنا ومعارفنا اللي محتاجين صلواتكم. ربنا يبارك. تعالى بقى اما نشوف ماكسيموس ودوماديوس هيعملوا معانا ايه. انا كل ما اتصور لما نرجع ونكشف الدجالين دول للناس حس برشوة الانتصار والفرح. انت جاي معانا عشان تشوف بعينك وتشهد قدام الكل. يلا بينا يلا بينا. انت عليهم انت يا ابائي يا ابائي عابر سبيل طالب معونك. يا أبائي احنا مسلولين وعمي وسمعنا عن معجزاتكم وبركاتكم.
عشان خاطر المسيح، عشان خاطر المسيح اعمل لنا معجزه. انتم عاوزين ايه مننا؟ احنا ارحمونا، احنا عمي ومشلولين. وماله، ربنا يعمل فيكم اللي طلبتوه. وفي ايه؟ ايه دي جرالها ايه؟ مش معقول، ايدي ما بتتحركش، ايدي ما بتتحركش. انا اتشليت. اللي حصل؟ انا اتشليت. انت شيل على عينيا، شيل على عينيا بسرعه. انا مش شايف يا رجال الله. رجال الله ارحمونا، رجال الله. تؤمنوا بأن المسيح هو ابن الله؟ نؤمن. تؤمنوا بصلبه وقيامته؟ نؤمن. تؤمنوا بالكنيسة وأسرارها؟ نؤمن. طيب احنا نصلي والمسيح يشفيك. هنروح أسينا ونتعمد هناك ونبشر بالمسيحية. المسيح حقيقة وقوته حقيقية. كتب اسم اولاد الامبراطور ماكسيموس ودوميريوس. معقول يكونوا عارفين مكانهم؟ يا حراس روحوا على طول البحاره دول. الله، ايه في انتوا قابضين علينا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ احنا مش حراميه، انتوا قابضين علينا ليه؟ مش حاجه. انا شايف اسم ماكسيموس ودوميريوس على الشراع بتاعكم. لا يا سيدي، مش بتاعنا ده سيدنا مينا صاحب المركب. ايوه، وفين مينا ده؟ قاعد بيستريح قبل ما نصلح الشراع. روح هات لي مينا ده. معقوله يكونوا عرفوا مكانهم. انت مينا؟ ايوه يا صاحب السعاده، بس ممكن اعرف انتوا ليه قبضتم عليا وعلى رجالتي؟ ماكسيموس ودوماديوس دول اصحاب المركب؟ لا يا صاحب السعادة، دول رهبان في سوريا، ويعني زي ما تقول كده أنا بتبارك بيهم. ليه يا مولاي؟ هو في إيه؟ دول رهبان وناس بركة، وربنا بيعمل على أيديهم معجزات. بس اسكت، هاتوهم ورايا على الإمبراطور. يا نهار مش فايت، الإمبراطور حتة واحدة؟ ليه يا مولاي؟ وإحنا عملنا إيه؟ هو في حاجة غلط يعني إني كتبت ماكسيموس ودوماديوس؟ هو ممنوع ولا إيه؟ انت تعرف مكانهم؟ انت تعرف مكانهم؟ ايوه يا مولاي، لكن صدقني دول رهبان قديسين وناس بركة، وما اظنش انكم عايزينهم في حاجة مش كويسة. يا جماعة صدقوني، دول اتنين رهبان قديسين وانا بكتب اسمهم بركة، وهم فعلا بركة. انا مش فاهم هو في ايه. تعال وراي مولاي. إن طلبنا الله فإنه يظهر لنا، وإذا أمسكنا به فإنه يبقى معنا. يعني طلبنا ربنا هيظهر لنا من السماء، يشوف ويسمع كلامه ويرى.
لا وسمعنا كلامه وحبناه هنشرب من حبته ونبارك لك. السكوت والصمت يا حبايبي يعلمنا حياه التامل، لكن كثره الكلام احيانا تخلينا نخطئ. تكلمت كثيرا فندمت، اما عن السكوت فما انت القائد. تعالوا بقى نحفظ ايه النهارده. انا مش هحفظ، خلي اركاديوس هو اللي يحفظ. ايش معنى انا اركاديوس؟ انا عايز دي طريقه تتعلموا بيها، ده اسلوب تقعدوا بيه قدام معلمكم ارسانيوس. اذا استمريتوا على الطريقه دي انا ليا تصرف تاني. مولاي الامبراطور، الموضوع مش مستني دراستك. اركاديوس وهنوريوس لسه صغيرين. صغيرين يا ارسانيوس؟ انت ما شفتش ماكسيموس ودوماليوس وهم في سنهم كانوا عاملين ازاي؟ كانوا حافظين كل المزامير، دارسين كل الكتاب المقدس، كانوا في قمه الذوق والادب والاخلاق. انا كل ما بشوف اولادي بتمنى انهم يكونوا نصهم، بس انا احنا ما بنطلعش. اتفضل وتقول لي صغيرين. يا ابني ارح اباك، حتى انه عندما ينتقل الى الرب يصلي من اجلك لكي ياتيك الخير. مولاي مولاي لا اله يا مولاي لا اله. هم مين دول اللي اتوه؟ ماكسيموس ودوماديوس. ماكسيموس ودوماديوس بعد كل السنين الطويله دي فين؟ فين وازاي؟ قبضت على تاجر اسمه مينا وهو بيقول انه يعرف مكانهم، وبيقول كمان انهم رهبان في سوريا. هاتولي بسرعه القاعدة العرش. أول بسرعه. أولاد الإمبراطور بقوا رهبان. يا حياة الرهبنة دايما بتلحقني. لتكن إرادتك يا رب. أنت التاجر اللي تعرف ماكسيموس ودوماديوس؟ الإمبراطور صدقني دول ناس كويسين وبتوع ربنا وبيعملوا معجزات. أنت مالك خايف؟ على فكرة أنا هديك هدايا. تعال قول لي دول ماكسيموس ودوماديوس أولاد الإمبراطور فالنتينيانوس. قول لي أوصفهم كده. هم اتنين شباب. الاول ابونا ماكسيموس وده طلع له دقن، والتاني ابونا دوماديوس وده يعني دقنه مش طالعه يعني قوي كده. هم فين دلوقتي؟ مغارتهم في دير مور في سوريا يا مولاي. ده حتى والي سوريا بيزورهم وبيتبارك بيه. والي سوريا يعرفهم؟ كل يا انطاكيا تعرفهم يا مولاي، دول قديسين كبار. مولاي صدقني اذا كانوا دول قبل كده اولاد الامبراطور هما دلوقتي اكبر من اي شيء على الارض. ايوه فعلا عندك حق طبعا. ادي كل واحد فيهم كيس ذهب وسيبهم. امر مولاي. تعيش يا مولاي. عشت انا يا مولاي. مش واحنا داخلين نقول يا بركة ماكسيموس ودوماديوس؟ نعم شفت دول قديسين كبار. يلا ناخد الدهب. يلا أولاد الإمبراطور سابوا التاج والملك والسلطان والجاه وراحوا ورا المسيح في الصحراء، وانت خدت الملك والتاج والسلطان والراحة والجاه، لكن تعالى نتحاسب. خلي كل واحد ياخد حقه. يا ترى مين فينا في الآخر اللي هيكسب؟ اللي اختار التاج المزيف ولا اللي اختار تاج الحياة الأبدية؟ ماركوليوس! ماركوليوس! أمر مولاي.
أنا عايزك في مهمة عظيمة. عايزك تروح لوالي سوريا بأي طريقة توصل لماكسيموس ودوماديوس وتتأكد أنهم هم وتيجي تطمني. وذهب ماركليوس إلى والي سوريا يسأل عن مكان ماكسيموس ودوماديوس فدله على الطريق. فذهب وقابلهما وعرفا بنفسهما. انت السبب؟ نعم. ايوه، مش انت اللي قلت لي فيها ايه لما يروح يتفسحوا لهم يومين؟ يا مولاي ماكسيموس ودوماديوس كبروا، انت كنت عايز تحبسهم ولا ايه؟ مولاي ماكسيموس ودوماديوس اولاد الامبراطور السابق فلنتينيانوس. شفتهم؟ شفتهم يا ماركليوس؟ شفتهم زي ما انا شايفك بالظبط يا مولاي. هما كويسين؟ كويسين جدا، وبيسلموا على والدتهم الامبراطوره واختهم سيودورا. ايوه يعني بيناموا فين؟ بياكلوا ايه؟ لابسين ايه؟ لابسين رهبان يا مولاي. طيب روح بشر امهم الامبراطوره واختهم تيودورا وباخدهم علشان يشوفوه. امر مولاي. وانا هبقى اروح اخد بركته. دوماديوس، زي ما الخبر وصل لنا والدتنا في قدوره بره. يا رب ساعدنا عن العفس. أشكرك يا رب يسوع لأنك سمعت صلاتي وخلتني أشوف ولادي تاني. ما فكرتوش إيه اللي هيحصل لنا بعد هروبكم يا أمي؟ إحنا دايما كنا بنصلي لك إنتي ووالدنا. والدنا راح السما. إحنا عرفنا ودايما بنذكره في صلواتنا. يا أمي إنتي نسيتي؟ فاكرة لما كنت دايما بتقولي لنا ان المسيح لازم يملك على حياتنا ومفيش حاجة تغلى عليه؟ ايوة يا ابني، لكن ايه يا امي؟ ده تعليمك ده هو اللي خلى محبة المسيح تبقى في حياتنا. هتفضلوا طول عمركم بعيد عني على طول. طيب قبلكم دير وتتوحدوا فيه جنبي. يا امي احنا قدمنا حياتنا ذبيحة للمسيح. يعني مفيش فايدة؟ يا أمي سيبيهم يكملوا اللي هم بدأوه، المهم إنهم يذكرونا في صلواتهم. يا أمي إحنا متنا عن العالم خلاص وكل ما فيه، إذا كنت بتحبينا بجد سيبينا نكمل طريقنا. المسيح قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. يا أمي الحياة أشبر على الأرض وتنتهي ونتقابل كلنا في السماء في الأبدية. طيب يا ولاد ربنا معاكم يحفظكم ويرشدكم. ما تنسوش تذكروني أنا وأختكم في قدورة في صلواتكم. صلاة العذراء والقديسين، إحنا دايما بنذكرك أنت وأختنا في صلواتنا. اتفضلوا. أشكرك يا رب لأنك خلتني أشوف أولادي تاني واتطمن عليهم.
ليكن يا رب ابناي من أصفيائك، ولتظهر فيهما قوتك في صنع العجائب مثل يعقوب ويوحنا ابن زبدي. اجعل يا رب لهما نصيب مع قديسيك، لأنهما قد تركا الدنيا ونعيمها وملكها وطلبوا وجهك يا رب قائلين: طلبت وجهك ووجهك يا رب التمس. واحدة سألت من الرب وإياها التمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. أحرسهم يا رب مكائد العدو، وهبني أنا المسكين نعمة أنا وابنتي ثيودورا ببركة صلواتهم. آمين. يا رب ومخلصي وإلهي الصالح يسوع المسيح، قلبي مليان شوق لرؤية ولادك ماكسيموس ودوماديوس. القصر كله ملوش سيرة غير جهادهم وقداسة سيرتهم. وحشوني قوي، وأنا خلاص يا رب ما بقتش قادر أعيش في القصر من غيرهم، ونفسي أعيش لك كل أيام حياتي. ارشدني لما فيه خلاص نفسي وصلاة ولادك ماكسيموس ودوماديوس. آمين. أهلا أهلا يا أبائي، منورين القصر. أهلا، اتفضلوا. أنا آسف جدا يا أبائي، معرفتش إنكم نورتوا القصر غير دلوقتي. إحنا كنا قاعدين مع بعض بنتكلم عن أخبار ماكسيموس ودوماديوس، وقلنا بعد كده نقابل جلالتك. انتوا عاوزيني في حاجه مهمه مش كده؟ يا صاحب الجلاله، احنا جايين لجلالتك بصفه رسميه علشان موضوع كرسي القسطنطينيه. ايوه، وانتوا مرستم على مين؟ من ساعه ما مات ديموفيلوس واحنا من غير بطرك، وجلالتك عارف اللي حصل بعد كده. ايوه، موضوع الانبا غريغوريوس. الانبا غريغوريوس اللاهوتي كان بيرعى الكنيسه لحد ما المجمع اعترض على وجوده في رعاية الكنيسة، لأنه متجلس على كرسي سازيمة. وبرغم موقفته الكبيرة معانا في التصدي للحاجات الأيريوسية اللي كانت موجودة في عهد ديموفيلوس وكانت موجودة في الكنيسة، إلا أن أول المجمع موجه له اللوم لأنه بيجمع بين الكرسيين. بكل حب ولطف اعتذر عن كرسي القسطنطينية وأصبحنا من غير راعي. أيوة، طب وليه ما اخترتوش حد تاني لغاية دلوقتي؟ إحنا جايين عشان كده، احنا طالبين ماكسيموس. في مانع؟ ابدا ابدا، دي فكره رائعه جدا. ازاي انا ما فكرتش في الفكره دي؟ ماكسيموس بطريرك ومعاه دوماديوس في الكاتدرائيه، فكره هايله جدا. طب يا بابي، بشكركم على اختياركم وعلى مجيتكم. بعد اذن جلالتك. صلوا لي يا بابي. المسيح يكون معاك. فكرة حلوة بجد. بطرس. أمر مولاي. ابعت ماركوليوس لوالي سوريا وقول له يجيب ماكسيموس ودوماديوس هنا. مولاي، هما مش رفضوا يرجعوا قبل كده؟ أيوه، رفضوا يرجعوا علشان هيعيشوا في العالم، لكن لما يبقى ماكسيموس بطريرك القسطنطينية هيقدر يعيش معانا هنا هو ودوماديوس. فكرة عظيمة يا مولاي، حالا هبعت لسرعة. ما انا عارف بقى فكرة عظيمة. جناب الوالي، معايا رسالة من جلالة الإمبراطور في مهمة مستعجلة جدا. ماكسيموس بطرك القسطنطينية؟ لو معناته بده يتركنا
وياخدوه على القسطنطينية؟ تك صغيري أرجوك. ماريا! ماريا! شفتي هالكارثة؟ بدهم ياخدوا ماكسيموس ودوماديوس على القسطنطينية. شو رح تسوي؟ نحن عايشين ببركتهم، معقولة ياخدوهم على القسطنطينية؟ شو بدنا نعمل؟ هذا أمر إمبراطوري. هو معقول، كيف يعني ياخدوه؟ اتركي الله، هو يعلن إرادته. ومين قال إنه راح يوافقوا؟ كل مندوب الإمبراطور يمضي الليلة هون، وعبكرة في الصباح يروح إلهم. لشو؟ روح أقول له. بروح تنشوف. يا هلا فيك، حقيقتك تعبت كتير في هالمشوار. يا وأي تعب. ليك يا زلمي، هلا رح نفوت نتعشى، الليلة رح تنام هون، وعبكرة حنروح لإلهم. ما تنسى هاي صحرا والليلة عتمة كتير. مزبوط، احنا ناكل وننام وبكرة ربنا سهل. شرف معي. شكر. أبائي الأحبة، أخبركم إجا اليوم لعنا مندوب طرف الإمبراطور لأخذكم مع قسطنطينية. لقيت من واجبي أن أخبركم لتختبئ حتى ما يلاقوكم وما نتحرم من أبوتكم وصلواتكم وإرشاداتكم. ابنتكم ماريا زوجة والي سوريا. هيدي رسالة إلكم من مولاتي زوجة والي سوريا. طيب بلغ الأخت مريم رسالة وصلت وإحنا هنتصرف. أمرك يا أبي. وهربتم من الكرامة والمجد والافتخار، وأخذت الوحدة ليكم حياة وقرار. هربتم من الكرامة والمجد والافتخار، وأخذت الوحدة ليكم حياة وقرار. مين؟ مين اللي بر؟ احنا اتنين رهبان من الدير اللي على البحر، ممكن نريح عندك شوية؟ ايه؟ ايه؟ رهبان؟ وماله؟ وماله؟ في حاجة تانية، الفلوس دي هي كل اللي معانا، مين يجيب لنا هدوم؟ هدوم؟ هدوم شكلها ايه يعني؟ يعني جلابيتين وأي حاجة نحطها على راسنا. بقولكوا ايه؟ أنا عندي جوه هدمتين ممكن ينفعوكوا كده، اتفضلوا يا جماعة اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. ألف سلامة ألف سلامة. ابو عدوا علينا بقى. ها شكرا يا أخي. ألف سلامة ألف سلامة سلامة. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ارشدني أنا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ارشدني أنا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح اغفر لي أنا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح. احنا بقينا 9 ايام دلوقتي ماشيين. انا تعبت قوي يا دوماديوس، ربنا مش هيسيبنا يا ماكسيموس. احنا خارجين ننفذ كلامه. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ارحمنا الخاطي. يا رب. ماذا
ايه ده؟ استنى مكانك ولا تيجي؟ احنا المنطقة كلها شجر مش متاح. مد ليك يا رب. يا بركة! أيوة! إحنا فين؟ إحنا فين؟ أمال إزاي جيتوا هنا؟ أنتوا في الإسكيت! شهيت؟ أيوة! يعني هنا نلاقي أبو مقر؟ شايف الشجر اللي هناك ده؟ هناك ساكن الأم مقر وحواليه الرهبان. شكراً! وديوس. نشكر الرب على سلامة وصولكم، ونشكر أبونا أغابيوس الله ينيح نفسه ويذكرنا في صلواته. تلاقيكم يا ولادي تعبانين من طول المسافة والسفر. اقعدوا يا ولادي، اتفضلوا. أبانا أغابيوس كلمنا عنك كتير، وإحنا جايين من بلادنا علشان نتلمذ على إيدك ونبقى أولادك هنا في برية شهيد. ده أنا اللي عاوزكم تبقوا أولادي، بس إحنا يا أولاد حياتنا صعبة جدا، وأنا خايف ما تقدروش تتحملوها. النوم على الحجر وحر البرية ورؤية التعابين والنوم مع الزواحف والحشرات وكمان محاربات الشياطين للرهبان، محاربات كبيرة ومتعبة. بصلواتك يا أبي نقدر نتغلب على حروب الشيطان. أنا هجيب لكم لبس من عندي، وهناك في الجبل فيه قلاية قديمة مهجورة محتاجة توضيب وترتيب. روحوا يا أولادي وضبوها وجهزوها وعيشوا فيها مع رب المجد يسوع المسيح، وجاهدوا هناك يا أولادي وربنا يرعاكم. سلام يا ابي. سلام يا ابي. اسمع محبه ودلني على مكان الاب مقار ابو البريه هنا. وعاوزه في ايه يا ابني؟ عاوز اعيش زي الرهبان. انت جاي منين؟ انا جاي من القسطنطينيه. القسطنطينيه؟ ده انت جاي من مكان بعيد قوي، وعاوز تترهب ليه يا ابي؟ اعمل معروف دلني على مكان الاب مقار من فضلك يا ابي. انا مقار يا ابني. الأنبا بقار العظيم قاعد قدامي، أخذ بركتك يا أبي. ربنا يباركك يا أبي، تفضل. مقار يا ابني راهب بسيط غلبان بيترجى رحمة ربنا وعايش مع أولادي في البرية. يا أبي أرجوك اسمح لي أكون من أولادك. لكن يا ابني انت لسه ما جاوبتش على سؤالي، انت ليه عاوز تترهبن؟ اولاد الامبراطور ماكسيموس ودوماديوس سيرتهم اثرت فيا قوي وخلتني احب الرهبنه، ومن ساعه ما اختفوا من القسطنطينيه من قصر والدهم الامبراطور اللي كنت بخدمهم فيه وكنت بسمع كلامهم عن ربنا وكنت بشوفهم كل يوم وهم بيصلوا، وبعد كده من ساعه ما عرفت ان هم سابوا سوريا واختفوا كمان منها ورفضوا حتى المراكز الكنسية، من ساعتها يا أبي وأنا قلبي ملتهب وحابب أسيب كل حاجة زيهم وأخرج ورا المسيح في البرية. ماكسيموس ودوماديوس يا ابني
عملوا بوصية رب المجد يسوع المسيح. لما جه واحد ركع قدامه وسأله أعمل إيه علشان أرث الملكوت الأبدي؟ فرد رب المجد وقال له أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تجهد بالزور. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال يعوزك شيء واحد، اذهب وبيع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. وماكسيموس ودوماديوس نفذوا وصية رب المجد. لكن قول لي يا ابني، انت عارف هما فين دلوقتي؟ لا يا ابي معرفش. ماكسيموس ودوماديوس تركوا كل كنوز العالم وتابعوا رب المجد يسوع المسيح، وعايشين في البرية مع أولادي. أشكرك يا رب يسوع المسيح على تدبيرك العظيم. يا أبي أرجوك أبوس إيدك يا أبي، ما ترفضنيش، اقبلني من أجل المسيح. ماكسيموس ودوماديوس، ياه، بقالهم 3 سنين ما بشوفهمش غير في القداس، بعد القداس يجروا. أنا هنا بيجيني أولادي وياخدوا إرشادي، لكن هم لأ. وأنا نفسي أعرف إيه حلهم. رب يسوع المسيح ارشدني يا رب، أنا حصوم أسبوع عشان ربنا يكشف لي عن حال ماكسيموس ودوماديوس أولادي. لكن أنت عرفت مكاننا منين يا يسوع؟ الأب مقار هو اللي دلني على مكانكم لما قلت له إن أنتوا وحشتوني جدا، وإن أنا اشتقت لصلواتكم وحياتكم مع ربنا. المجد ليك يا رب، كويس إنه دلك على مكان الأب مقار. أنا هستأذنكم يا أبائي، باركوني. ربنا يباركك يا شباب. صدقوني وحشتوني جدا يا اولادي، مشتاق اشوفكم من زمان واطمن على احوالكم. يا رب تكونوا بخير وبركه. خدنا بركه يا Thank you.
أشكرك يا رب لأنك تعطينا طعامنا في حينه وتبارك حياتنا باسمك القدوس الذي يدعي علينا. أنا خايف يا أبي الليل يمسي عليك. لا أولادي، أنا حبيت معكم بإذن ربي. سلام للمذبح العقلي في داخلهما، سلام لشباب الذهن في قلبيهما، سلام للطهارة والبر اللذين استراح فيهما، سلام للإرادة القوية المسنودة بالاتضاع. يا رب يسوع المسيح، أنا جيت حسب إرشادك علشان تعلن لي عملك في أولادك يا رب. قدوس الله أشكرك، أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أعلنت لي قداسة أولادك ماكسيموس وديماديوس. أشكرك يا رب. وصلتكو حبال من نار شاهد عليها البار. كلمات المزمور بتخرج من فم ماكسيموس ككلمات نار صاعدة إلى السماوات، شاهد عليها البار. والصلاة تخرج من فم ديماديوس نار نار. طوباكم يا ماكسيموس وديماديوس، طوباكم، طوباكم يا أولادي. صلوا من أجلي يا أولادي. اذكرنا يا أبانا، اذكرنا في صلواتك. يا باتي، يا باتي عجوني. ايه ده؟ عم سمعان؟ يا باد ايه ده مالك؟ يا يسوع ايه اللي حصل عم سمعان؟ ايه اللي عم في كده؟ الدم ده؟ والجمل فين؟ الجمل الجمل ايه ده؟ ايه ده؟ اهدى يا عم سمعان، اهدى اهدى واحكي لنا لو سمحت. كنت في الوادي رايح اشتري القمح وابيع الهوبب، بصيت لقيت جندي قوي قدامي، قال لي هات الجمل ده. قلت له ليه يا سيدي؟ ده الجمل بتاعي. قال لي هات الجمل ده. وشد ولا شد وراح ضاربني على وشي بالقلم. قلت له ليه يا ابني كده؟ على كل المسيح قال لي اللي ضربك على خدك اديله التاني. أنا قلت كده يا بات، وده بيده على وشي على عيني لما أنا ضيعها، وديكوا زي ما انتوا شايفين، وخد الجبل ومشي. يا في ناس بالقسوة دي، دي شغل شياطين. اجتمع احتمالش تنفيذ الوصية. أنا شكرت ربنا يا بات لأن لي عين تاني بشوف بيها،
عشان اخبز لكم الخبز واجيب لكم طلباتكم. رحت استلفت جمل، استلفت جمل من واحد طيب، قلت له عاوز اروح بيه الاسقيط عند الجماعه البركه دول، ادوني. وفين الجمل ده؟ وانا ماشي في اول الطريق الجمل الزحلق وانكسرت رجله. معلش يا عم سمعان، معلش ما تزعلش، احنا هنيجي معاك وهنشوف الجمل، يلا بينا. يا جملي. أبهار المعجزة اللي حصلت دي أنا أقولها لكل البلد. يا عم سمعان أشكر المسيح، مش إحنا اللي شفينا الجمل، الجمل ده المسيح هو اللي اتحنن عليه وشفاه. إحنا كل اللي عملناه إن إحنا قلنا له قوم وقف على رجليك بقوة رب الملك. يا عم سمعان إحنا اللي نصلي والمسيح هو اللي بيعمل. ياه ده أنت وشك كله تراب. أنا حبيت، أنا شايف، انا عايز اخبط بمجرد ما اشوف مريضك بس تقلي يا دويا جدي. صدقني يا عم مش انا، مش انا ده المسيح، مش انا. انت كمان ايمانك انه بمجرد ايدي ما تلمسك المسيح هيشفيك والمسيح في نعلك. يا ابويا يا ابويا اشكر ربنا على سلامتك، انت دلوقتي تروح وتسبح المسيح وتمجده بقيه عمرك وتصلي لنا احنا الخطأ. اشكرك يا رب انك سمحت بشفاء الجمل وقيامه. نشكرك يا رب انك سمحت بشفاء عين عم سمعان. نشكرك يا رب على عظم محبتك وقدرتك. نشكرك يا رب على وجودك من جانبنا. سموس مالك؟ مش عارف، بس تعبان قوي. ايه مالك؟ مش عارف. شوي شوي تعال يا اخي شوي، تعال. مالك يا ابي؟ ابونا مكسيموس تعبان قوي. انت بتحبه قوي كده يا بشوي؟ يا ابي هو طلبك عنده حالا؟ ده عنده حمى جامده، هو تعبان قوي وبيقول انه خلاص خارج. خارج؟ تعال. مكتوب: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. ربي يسوع ارسل نورك وحقك ليهدياني الى الطريق. احنا خلاص قربنا على الغروب، بعد شوية صغيرة هفرح هرتاح. نور المنديل يا ابني. حاضر يا ابني. الليل ملك من نور من قبل نور المنديل. أشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. أنا هروح أجيب أعشاب عشان الحب اللي عنده. مش وقته يا ابني، في حاجات مهمة بتحصل دلوقتي، اسكت مش وقته. يلا خدوني معاكم، أنا جاهز. Thank you.
اخويا اللي خلقته سبتين لوحده. مش كنا اخواتنا بعض في كل شيء؟ اللي خلقته سبتني ده عهدنا. ليه تسيبني لوحدي؟ ليه تسافر من غيري؟ سبتني ده اخويا وابويا ومرشدي. ده انا كنت بتدفع وحدي بكسر عوضه. كان يكفيني ابص لك علشان اشبع. انا كنت لما بتعب برتمي على صدري. ليه سبتني لوحدي؟ ليه ما خدتنيش معاك؟ يا ابني سند ربنا، انت كلامك مسموع صديق للملائكة. قول له انا لازم اخرج وراه. يا ابني انت عارف ان رب المجد يسوع المسيح قلبه حنين وهو قادر يدبر كل الخير لاولاده. تعالوا يا ابنائي نصلي. يا بشوي يا ابني. ايوه يا ابني. انا حاسس ان ابونا دوماليوس سخن قوي النهارده. أرجوك يا ابني خليك معاه وخد بركة خدمته. طبعا يا أبي، ده أنا اللي أشكرك إنك هتسيبني آخد بركته. بس يا أبي أنت سخن أوي، أنا أروح أعمل لك حاجة عشان السخونة دي. سيبني لوحدي شوي. حاضر حاضر. يا ابني هو تعب قوي في الثلاث ايام اللي فاتوا دول. تعب جدا يا ابي. هو قصده في حاجه يا ابي. بتبص ناحيه الشرق ليه؟ احنا هنصلي دلوقتي ولا الويل ليه؟ انا الخاطي. الويل ليه؟ في ايه يا ابي؟ ماكسيموس ودوماديوس قدروا في وقت قليل انهم ياخدوا الاكليل، لكن انا ما استحقش. انت شفت ايه يا ابي؟ هو ابي دوماديوس؟ ايوه، انا شفت القديسين والملائكه اللي اخدوا ماكسيموس فوق للسماء واخدين معهم دوماديوس. يا بختهم.
هربتم من الكرامة.